أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وأن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم كانوا يكفرون. هذه الآيات جاءت خاتمة للآية الأولى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن هذه المشكلة تحدث على كل أحد يبتلى بناس آخرين يشوشون عليه المجلس ويدفعونه إلى المعصية معهم، فيستعمل أمرين: إما أن يقوم من المجلس أو ينصحهم إذا قدر على نصيحتهم، وإلا فيجب عليه القيام عن إيش يجب عليه حتى لا يخوض في شيء لا يجوز له، ولا يعتذر بأن بيحدث من ذلك زعل ويحدث من ذلك مشاكل، لأن هذه أوامر الله لازم تنفذ على كل حال، أليس كذلك؟ وكثير من الناس أهمهم خلاف الناس ولا يهمهم مخالفة الله عز وجل، ووقع ما وقع من المعاصي وخاض الناس كثير في المعاصي بسبب السكوت والمداراة، صحيح أم ما صحيح؟ أما المؤمن لا يداري على معصية، يقول الحق وإن كان مرا. بارك الله فيكم.